الموسم ليس جيداً للنحالين، حيث نوعية الثمار المتوفرة غير مناسبة لإنتاج أصناف جيدة من العسل، لكنه مناسب لتكاثر النحل، ما يعني الاستعداد لتجهيز الخلايا الفارغة، وهي المهمة التي يجيدها حسن بعد أكثر من 20 عاماً قضاها في تربية النحل. وبحسب خبرته لن تكون الخلايا صالحة ما لم يتم تعريضها للدخان، وهي الطريقة التي يطلق عليها الكباي. هذا الطريقة يعني زي ما تقول كبا، يعني حرقه من شان الأمراض اللي فيه داخلية، يعني قمويله وما قمويله وطاب يشتي فيه، يصلح له هذا زي ما تسمت البيت ولا تنوره، يعني تلغي له هذه العملية مشان يعني تكون يعني جاهز للعمل، يعني لأنه فيه يعني بعد الذي يكون يعني فيها أوساخ وطيب، يعني الذهاب يشتكي فيه تأتي النوم. في الجانب الآخر من المكان يحرص محمد على تغطية وجهه لتجنب لسعات النحل التي قد يتعرض لها أثناء عملية نقلها إلى الخلية الجديدة بعد سحب القليل من أقراص العسل، لكن المهمة لن تكون سهلة ما لم يستمر في استخدام قطعة القماش المحترقة. امتلأ صندوق وزين نقوله في دالة ثانية. أيوة، يعني كيف مهمة هذه العملية؟ تبدي له ثلاث شرعات تحول انفذه وتنطيه مقرف ريش وانتهت المشكله. مكان حلو بس الان بعد الجماعة ايام كذا ننقله نحوله مكان ثاني في مرعى زين. يا كل شيء عند المنطقه وعند المرعى، لو قلت انه بيشتغل زين تحوله في منطقه ثانيه. هنا في منطقة يرامس شمال محافظة أبيان وجد العشرات من مربي النحل أماكن مناسبة للتخييم، لكن البقاء في هذا المكان لن يدوم طويلا، حيث رحلة البحث عن مراع جيدة مهمة حتمية على أمل الحصول على إنتاج وفير من العسل حتى في ظل تعثر عملية تصديره إلى الخارج وتراجع أسعاره في الأسواق المحلية. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.